السنة الرابعة للهجرة. في السنة الرابعة كانت وقعة بئر معونة التي قتل فيها 70 من قراء الصحابة، وكانت غزوة بني النضير الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قذف الله في قلوبهم الرعب، وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وفيهم نزلت سورة الحشر. غزوة المريسيع. في السنة الخامسة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال بني المصطلق، ورجع صلى الله عليه وسلم منتصرا، وفي طريقه شرع التيمم، ووقعت حادثة الإفك حيث اتهم المنافقون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي الطاهرة المطهرة، واشتد ذلك عليها وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله براءتها في سورة النور، وجلد القاذفون الحد. العهد المدني. الإذن بالجهاد. بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية ومنعه الأنصار رضي الله عنهم، نزل قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فأذن الله تعالى للمؤمنين بقتال المشركين. وكان من أوائل غزواته صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء وبواط والعشيرة وبعض السرايا. غزوة بدر. في رمضان من السنة الثانية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 310 رجلا من المؤمنين في طلب عير قريش العائد من الشام، فانحرف أبو سفيان عن الطريق بالعير، وأغرى الشيطان قريشا فخرجت لقتال المؤمنين، فالتقوا في بدر. وكانت غزوة بدر الكبرى التي سميت يوم الفرقان. ولما التقى الجيشان دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وتضرع إليه، فأيد الله تعالى المؤمنين بالملائكة يقاتلون معهم، ونصرهم الله تعالى على القوم الكافرين، وأعلى كلمته، وقتل في بدر من المشركين 70 رجلا، واستشهد من المؤمنين 14 رجلا. الوفود. بعد غزوة تبوك أسلم الثقيف، وسميت سنة 90 سنة الوفود، فصارت القبائل تفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة، ومنهم وفد بني تميم، وسيدهم عطارد بن حاجم التميمي، ووفد طيء، وسيدهم زيد الخيل، ووفد عبد القيس، وسيدهم الجارود العبدي، ووفد بني حنيفة، وفيهم مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة فيما بعد. حجة أبي بكر. وفي السنة التاسعة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج، فأقام الحج للناس، وبعث صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه يقرأ مطلع سورة التوبة على الناس، ونبذ إلى أهل الشرك عهودهم، وأذن في الناس أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان كما كان يفعل أهل الجاهلية. حجة الوداع. وفي السنة العاشرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وخرج معه المسلمون من شتى القبائل والبلدان حتى بلغوا أكثر من 100,000، فعلمهم صلى الله عليه وسلم مناسك الحج، وخطبهم يوم عرفة، وتلا قوله تعالى:
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبرهم أن الدين قد كمل، وأوصاهم بالتزام ما جاء في الكتاب والسنة، وحرم دماءهم وأموالهم وأعراضهم على بعض، فكانت خطبة وداع منه صلى الله عليه وسلم. بعثوا أسامة، وفي شهر صفر من السنة الحادية عشرة جهز صلى الله عليه وسلم جيشا لقتال الروم، واستعمل عليه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فخرج وعسكر بالجرف، ثم بلغهم مرضه صلى الله عليه وسلم. صلح الحديبية. في السنة السادسة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1400 من أصحابه يريد العمرة، فلما بلغ الحديبية منعته قريش من دخول مكة، وصالحهم على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين، فكان ذلك فتحا للمؤمنين، كما قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان مما حصل عليه الصلح أن تسمح قريش للمؤمنين بدخول مكة في السنة التالية للعمرة، فكانت عمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة. غزوة خيبر. بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية 20 يوما، خرج إلى خيبر شمال المدينة، فحاصر اليهود قريبا من 20 ليلة، جهد المسلمين فيها جهدا شديدا. فلما أيقن اليهود بالهلكة سألوه صلى الله عليه وسلم الصلح، فصالحهم على حقن دمائهم وخروجهم من خيبر بما عليهم من الثياب فقط، ثم استعملهم على أرضهم على شطر ما يخرج منها. قدوم جعفر. لما كان صلى الله عليه وسلم في خيبر قدم أبو هريرة رضي الله عنه المدينة مسلما، وفيها كذلك قدم جعفر بن أبي طالب بن عمه صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه في الحبشة، فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، وقدم معهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه رضي الله عنهم. غزوة الأحزاب. وفي شوال من السنة الخامسة كانت غزوة الخندق الأحزاب، حيث تواطأ اليهود مع قريش، ومن حالفهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاجتمع من قريش وبني سليم وبني أسد وفزارة وأشجع وغيرهم 10,000، وأتوا المدينة. وأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ببناء خندق يحميهم من الأحزاب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3,000، وتحصن بجبل سلع، وجعل الخندق أمامه، واستأمن حلفاءه بني قريظة، إلا أنهم نقضوا العهد ووافقوا الأحزاب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم نعيم بن مسعود رضي الله عنه إليهم وإلى الأحزاب، فاستعمل معهم الخدعة وأفسد بينهم. ثم أرسل الله على الأحزاب جندا من الريح تقوض خيامهم وتكفأ قدورهم، فزلزلتهم الريح وألقت في قلوبهم الرعب وخذلتهم، فانصرفوا لم ينالوا كيدا. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وفي هذه الغزوة نزلت سورة الأحزاب. غزوة تبوك. وفي سنة 9 كانت غزوة تبوك غزوة العسرة، وكانت في وقت شديد الحر وفي وقت الثمار والظلال، فكان الخروج إليها أشد ما يكون على الناس،
ولما أراد صلى الله عليه وسلم الخروج حض الناس على النفقة، فأنفق عثمان رضي الله عنه 300 بعير بأحلاسها وأقتابها ومعها 1000 دينار، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وأنفق الصحابة رضي الله عنهم ما يقدرون عليه. وتخلف عنه صلى الله عليه وسلم عامة المنافقين، وتخلف 3 من خيار أصحابه لغير عذر، هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم، فاعتذروا إليه صلى الله عليه وسلم لما رجع المدينة، وفيهم نزلت آية التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فتاب الله عليهم لما علم من صدقهم، وذم الله المنافقين في هذه السورة وختم عليهم، فسميت السورة بالفاضحة لأنها فضحتهم. وفي هذه الغزوة صالح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أيلة على الجزية، وكذا أهل جربة وأذرح، وكتب لهم كتابا، وصالح أكيدر دومة على الجزية كذلك. وأقام صلى الله عليه وسلم بتبوك 14 ليلة، ثم انصرف إلى المدينة ولم يلق قتالا. ولما رجع إلى المدينة أمره الله تعالى بهدم مسجد الضرار الذي بناه المنافقين ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فهدمه صلى الله عليه وسلم. وهذه آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم بنفسه. غزوة قينقاع. في السنة الثالثة من الهجرة نقض بنو قينقاع الصلح، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، ثم نزلوا على حكمه فأطلقهم وكانوا 700. غزوة أحد. وفي شوال كانت غزوة أحد، حيث خرجت قريش لتثأر لقتلى بدر في نحو من 3000 رجل، وأتوا المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في نحو من 700 من أصحابه إلى أحد، وانخذل عنه المنافقون، وكانت الكرة أول النهار للمسلمين، ثم امتحن الله المسلمين ورد الكرة للمشركين، حتى خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرحوه وكسروا رباعيته، وقاتل معه يومئذ الملائكة، واستشهد 70 من الصحابة رضي الله عنهم، منهم حمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير، وأنس بن النضر، وحنظلة الغسيل وغيرهم، وأبلى طلحة بن عبيد الله بلاء حسنا يومها، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى الجبل، وكف الله أيدي المشركين عنهم. وكان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص، امتحن الله فيه المؤمنين، وأظهر المنافقين، وأكرم من شاء بالشهادة. وبعد الغزوة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج قريش مرة أخرى يريدون استئصال المسلمين، فخرج إليهم مع ما بالمؤمنين من قرح. فلما بلغ المسلمون حمراء الأسد بلغ ذلك قريشا، فانخذلوا ورجعوا إلى مكة. غزوة مؤتة. في السنة الثامنة كانت غزوة مؤتة، وسببها أن شرحبيل بن عمرو الغساني قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 3000 من أصحابه، وأمر عليهم حبه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة.
فخرج إليهم هرقل ومن والاه من العرب في 200,000، فالتقوا في مؤتة وكانت الحرب، فاستشهد أمراؤه صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ خالد بن الوليد رضي الله عنه الراية، فأحسن قيادة الجيش، فانحاز بالمسلمين حتى خلصهم من عدو الله وعدوهم. فتح مكة الأعظم. في السنة الثامنة اعتدت بنو بكر وهم حلفاء قريش على خزاعة وهم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأعانتهم قريش على ذلك خفية. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عزم على فتح مكة. وقدم أبو سفيان المدينة ليكلمه صلى الله عليه وسلم فلم يسمع منه، وكلم أبا بكر وعمر وعلي أن يكلموه صلى الله عليه وسلم فأبوا عليه. ودعا صلى الله عليه وسلم الله أن يعمي على قريش فلا يعلم بخروجه إليهم، فاستجاب له. وخرج صلى الله عليه وسلم في 10,000 حتى دخل مكة. وأسلم قبيل الفتح عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فلم يقاتل صلى الله عليه وسلم إلا من بادره بالقتال، إلا قلة ممن آذاه صلى الله عليه وسلم وآذى المسلمين أهدر دمهم. ولما دخل صلى الله عليه وسلم مكة طاف بالبيت غير محرم، ثم دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة، فكسر صلى الله عليه وسلم ما فيها وما حولها من الأصنام، ثم أرجع المفتاح إلى عثمان بن طلحة. وأسلم بعد فتح مكة خلق كثير، بل صارت القبائل تفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة. مرضه صلى الله عليه وسلم وموته. ثم خير الله تعالى نبيه بين الدنيا وبين لقاء الله تعالى والجنة، فاختار لقاءه والجنة. فمرض صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا، واستأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. فلما لم يقدر على الصلاة في المسجد أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، إشارة إلى أحقيته بالخلافة من بعده. فلما كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من السنة 11، خرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس وهم يصلون الصبح، فرفع الستر وفتح الباب حتى رأوه، فأشار إليهم أن يتموا صلاتهم وتبسم لهم. ثم لما اشتد الضحى توفي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته أكبر مصيبة حلت بالمسلمين، فاغتم المسلمون لموته صلى الله عليه وسلم غما شديدا. ثم اجتمع الناس على أبي بكر رضي الله عنه فبايعوه بالخلافة، ولم يتخلف عن بيعته أحد، لما يعلم الناس من سابقته في الإسلام وفضله على سائر الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم غسل صلى الله عليه وسلم وكفن في 3 أثواب بيض، ثم دفن في موضعه الذي توفي فيه في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وتلك سنة الله تعالى في أنبيائه أنهم يدفنون حيث يقبضون. وصلى عليه الإنس والجن صلوات ربي وسلامه عليه، نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده،
فجزاه الله عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته، والحمد لله رب العالمين. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب فاجمعنا معا ونبينا في جنة تثني عيون الحسد، في جنة الفردوس واكتبها لنا، يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد. صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد. ملخص غزواته صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه. غزواته صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه كلها كانت بعد الهجرة في مدة 10 سنين. فأما سراياه وبعوثه فقريب من 60، وأما الغزوات ف27. قاتل صلى الله عليه وسلم في 9 منها، وهي بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف، ونزل القرآن في بعضها. ما نزل من القرآن في غزواته صلى الله عليه وسلم: غزوة بدر نزلت فيها سورة الأنفال وتسمى سورة بدر، غزوة أحد نزل فيها آخر سورة آل عمران من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قبيل آخرها بيسير. غزوة الخندق وبني قريظة وخيبر نزل فيها صدر سورة الأحزاب. غزوة بني النضير نزل فيها سورة الحشر. غزوة الحديبية وخيبر نزل فيها سورة الفتح، وأشير فيها إلى الفتح، وذكر الفتح صريحا في سورة النصر. غزوة تبوك نزل فيها آيات من سورة التوبة. وجرح صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي أحد، وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وأحد وحنين، ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم، ورمى فيها الحصباء في وجوه المشركين فهربوا. وكان الفتح في غزوتين بدر وحنين، وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة وهي الطائف، وتحصن في الخندق في واحدة وهي الأحزاب، وأشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه. هدم الأصنام. بعد أن فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، أرسل أصحابه لكسر ما حول مكة من الأصنام، فأرسل عمرو بن العاص رضي الله عنه لهدم سواع، وسعد بن زيد رضي الله عنه لهدم منات، وخالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم العزة، والطفيل رضي الله عنه لهدم ذي الكفين، وأرسل عليا رضي الله عنه لهدم صنم طيب. غزوة حنين. لما سمعت هوازن بفتح مكة أجمعوا السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساقوا معهم أموالهم ونساءهم وذراريهم، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في 12,000، وأعجبت المسلمين كثرتهم، حتى إذا أتوا على وادي حنين فشدت هوازن عليهم شدة رجل واحد، حتى انشمر الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الفزع، وثبت معه صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين وأهل بيته، ثم ثبت الله الذين آمنوا فرجعوا إليه صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه حتى نصرهم الله على عدوهم، وفرت هوازن إلى الطائف. ثم جاء 14 رجلا من هوازن مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يمن عليهم بالسبي، ففعل وفعل الناس معهم.
غزوة الطائف، بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من هوازن عزم على غزو الطائف، فأتاها وحاصر الحصن 18 يوما، ثم رجع صلى الله عليه وسلم ولم يلق قتالا.